الله، الواحد قاعد ولا عيل يجي حواليه، ولا واحد يخدمه، ولا واحد يجيب لي بق ميه اشربه، ولا يملى لي القله حتى. ازيك يا جد؟ اهلا 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 من الريحه الغاليه. والله كنت على بالي يا محمد من نص دقيقه انت اللي هتروح تملى لي القله من الطرمبه من غير. بحبك قوي يا جد. وانا بحبك انا كمان. بس اكتر مني. لا 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 يا واد يا محمد، في مثل بيقولوه عندنا في البلد، اعز الولد ولدي الولد، وانت ولد ولدي، انت عندي بالدنيا وما فيها، طلتك عليا كده بالدنيا كلها. اما قول لي يا واد يا محمد، انت كنت فين بدري كده جاي من ايه؟ كنت بلعب. تلعب؟ ما روحتش الدرس ليه؟ عشان كنت واخد فلوس الدرس، فلوس وقعت مني، فأنا عايز منك 50 جنيه. عاوز مني ايه؟ 50 جنيه. عاوز مني انا 50 جنيه. استنى كده، الواحد من بقاله شهر ودنه ديت، في حاجة في ودني؟ لا، عايز 50 جنيه. عاوز تروح محرم بيه؟ لا 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 لا، 50 جنيه. عاوز ها؟ عاوز 50 جنيه. من عندي 25 ومن عندي 35 كده، يبقى 50 ولا 65؟ 65. لا ها، مش مهم، المهم هديك النص من هنا والنص من هنا، بس تروح تملالي القول، او اقول لك تملالي الكوبايه دي من الطرمبه اللي في الغيط، وانت هناك بقى بالمره تحط المسمار ده في الحوض اللي احنا بنسقي منه البهاي، عارفه؟ فين يا ولد؟ هنا. اللي عند الغيط تحطه في قلب الميه، ما تجيليش غير تمسكه كده، تمسك المسمار تلاقيه بيسيح في ايدك كده، تجيبه وتيجي اديك ال 50 جنيه، طول ما هو متين تطلع على ابوك، ابوك يديك 50، يديك على قفاك، انت حر. ادي الكوبايه في ايه؟ هتعمل ايه؟ احط ده في الميه، وده اجيبه اعمل في الميه. المسمار يجي له عشان تيجي؟ باش. ولو ما باش تعمل ايه؟ تروح لابوك، ابوك يديك بقى، ما يدكش ماليش فيه. يلا، ولو ما باش ايه؟ تسيبه هناك وتجيب الاشرب الاول، وتبقى ترجع تقعد ايه؟ جنب المسمار. يا طيب، يا ها. ايه؟ سياح، خليه يحطه في الميه. حتى العيل الصغير همه مصلحته، جاي يلعب، انا عاوز 50 جنيه يا جدو. هو جدكو هيقطع نفسه؟ انا كفايه ربيت ولادي ما نفعنيش، كل شحط قد الحيطه، وكل واحد يلا نفسي. اقول لكم اشوف وشكم بخير.